ووسط الأجواء الساحرة في مدينة العالمين الجديدة انطلقت أولى بطولات سباق السيارات. يأتي ذلك في ظل بطولات رياضية متنوعة يشهدها المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. انطلاقة قوية لأولى بطولات سباق السيارات بمهرجان العالمين الجديدة بطولة ريفيتوب التي تشهد عددا من أنواع السباقات المختلفة بمشاركة عدد من المتسابقين محليا وعربيا وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لخوض التصفيات النهائية بالبطولة. أولا بشارك في الكار بارك وفي التوين دريفت تاندم. أنا استعداداتي كان حاجة كتير لأني كنت بغير حاجة كتير في العربية، العربية فيه لسه حاجة جديدة، سيت اب جديد، الكلام ده كله لسه جديد. جربته تمام، بس يعني هو دي كانت البروسس كله كان في التجهيزات الجديدة دي. بشارك في سباقات الدريفت والسبيد، شاركت امبارح في سباقات السبيد وحصلت على المركز الأول دفع الخلفي، والنهارده بشارك إن شاء الله في الدريفت في سيمي برو، لأن هما اتنين كاتيجري برو وسيمي برو. هي مصر حلوة بشعبها وبالضحكة بتاعهم فاهم، بس الفكرة فين؟ إن هو كل التراكات اللي نحن بننزل فيها فهي مشابهة لبعض، بس هنا يعني كبروفيشنال أعلى شوية. بدأت جولات سباق السبيد والكار بارك وسيمي برو وبرو بعدد من أنواع السيارات التي يشارك فيها أبطال العالم في هذا السباق وسط أجواء ساحرة أكد عليها المتسابقون في مدينة العالمين الجديدة الذين يسعون لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة التي تشهد حضورا جماهيريا من عشاق ومحبي سباق السيارات. جيز من السنة الماضية وعجبت كتير بالتجهيز ما شاء الله، وبفتخر أنا كعربي كمان وبلد عربي عم يعمل هالتنظيم وهال هي، فاشتغلت من السنة الماضية لحتى الحات العربية لحتى شارك هاي السنة بالعالمين. والله هو كل سباق يعني لازم في كل وقت لازم يكون مركز، وقت تجهيزك لازم مركز، وقت في التراك لازم يكون مركز، يعني التركيز دايما في السباق يعني. طبعا الموضوع مختلف وموضوع طبعا حلو لينا كلنا وحلو لتنشيط الرياضة رياضة السيارات في مصر. احنا معانا ابطال نازلة من تونس ومعانا ابطال نازلة من الاردن ومعانا ابطال نازلة من الكويت، فما شاء الله منافسة النهاردة يعني تصنف إن هي منافسة عالمية مش منافسة صغيرة، فبالتوفيق لكل الأبطال إن شاء الله.